التقارب بالرؤى لدى الإطار الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني يدفع بالأخير إلى ترجيح كفة الخيار للإطار والتمسك بنهجه السياسي. انتهاك جديد لمبدأ حسن الجوار، اعتداءات تركية متكررة على سيادة العراق والحكومة تتفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام اللي نتحدث عنها في ظل أزمة التنافس اللي أوصل العملية السياسية إلى مفترق طرق تؤدي كلها إلى الانسداد السياسي، فإن من الأطراف والكتل السياسية من وجدت أن المصلحة الوطنية تقتضي بأن تحذو حذو الإطار الشيعي في تحقيق ما يمكن تغييره. لذا نجد اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني يعلنها أمام بقية الأطراف الأخرى أنه لم يتنازل ولن يتنازل عن تمسكه بالإطار الشيعي الذي وجد عند مفاهيمه السياسية الكفاءة في مسك زمام الأمور للمشهد السياسي اللي استدعى الحكمة في القرارات السياسية والمضي برؤى وخطط استراتيجية تلبي طموح الشارع العراقي اللي يأمل بتغيير ملموس العملية السياسية بعد طول انتظار لمخرجات الأزمة الراهنة اللي وعلى ما يبدو ستحل قريبا بعد هذا التقارب المبني على أساس الثقة بمقدرات الإطار الشيعي من قبل قادة الاتحاد الوطني الكردستاني. بالجانب الآخر وفي السياسة عاودت تركيا تهديداتها، فبعد تهديداتها باجتياح الأراضي العراقية والدخول إلى داخل العراق سيرا على الأقدام، قصف الحدود العراقية دون تحريك ساكن في خطوة اعتادت الطبقة السياسية في العراق على سماعها من أنقرة بمفاهيم مختلفة وبمصطلحات تتغير من آونة لأخرى، غير أن ردود الأفعال ما تتعدى الإدانة والاستنكار ضد التصريحات وعمليات القصف التركي المتكررة واللي ظهرت العديد منها جلية على الأرض عبر دخول قواتها إلى داخل التراب العراقي وشن هجمات بمختلف الأسلحة برا وجوا ضد أهداف ترى تركيا أنها تهدد أمنها الإقليمي. إذن مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. تقارب الرؤى والمعايير السياسية بين الإطار الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني سرعان ما انعكس على الذهاب نحو تمسك الاتحاد الكردستاني بقوى الإطار ليسهم ذلك وبحسب المعطيات بزحزحة المصدات اللي تعيق عجلة التقدم للعملية السياسية. هذا ما يرسم ملامح لانفراج مرتقب للأزمة السياسية والذهاب نحو إصلاح الوضع السياسي الراهن. خلونا مشاهدينا الأحبة نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. التقارب الأخير بين الحزبين الكرديين لا يفك عقدة التفاهمات التي جرت مسبقا بين الاتحاد الوطني والإطار التنسيقي، فالأول موقفه السياسي ثابت وهو يدعم أي خيارات التئام سياسي بين فرقاء السياسة بما لا يخلو بتوازن القوى والمصالح، خاصة مع خروج مصادر تتحدث عن عدم التوصل لاتفاق بين أحزاب الشمال ينهي أزمة رئاسة العراق. حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني الرجوع خطوة إلى الوراء وبالتالي محاولة كسب ود الاتحاد الوطني والاتفاق على مرشح أيضا من الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، لكن الموقف المبدئي الثابت للاتحاد الوطني سواء مع التحالف مع الإطار التنسيق أو القوى الشيعية أو في عدم التنازل عن استحقاقه العرفي السياسي فيما يخص رئاسة الجمهورية، أيضا الآن هناك مؤشرات على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رجع إلى تصريحاته السابقة في التشدد والتشنج. فالتآلف الواضح اليوم بين الإطار الشيعي والاتحاد الوطني هو تقارب الرؤى السياسية بين الطرفين بعيدا عن مفاهيم التفرد بالقرار، في الوقت الذي يتحدث فيه البعض
عن وجود تحالف استراتيجي في الأيام المقبلة بين الإطار الشيعي والاتحاد الوطني، أهدافه تتعلق برسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وحث القوى الأخرى بالعودة إلى الإدارة المشتركة. الاتحاد الكردستاني له مواقف عديدة مع الإطار التنسيقي، وعزز الإطار التنسيقي مواقف الاتحاد الكردستاني من خلال رفضه لمجريات العملية السياسية الحالية، لأن الشكل الحالي والأغلبية الوطنية كما طرحها التحالف الثلاثي هي غير واضحة المعالم، تريد إقصاء بعض الأطراف، ومن هذه الأطراف المهمة هو الاتحاد الكردستاني. فالتصريحات المعلنة من قبل الاتحاد الكردستاني تؤكد أن وقوف الإطار الشيعي إلى جانبه يزيد الموقف السياسي قوة وتقدما نحو حل الخلافات والأزمات أسرع، فتقارب وجهات النظر السياسية من شأنها أن ترسم ملامح التفاهمات بين الأطراف وتسرع من عجلة إكمال الاستحقاقات الدستورية، فالشراكة والتوافق هي مفتاح الأبواب المغلقة والخيار الأوحد لفك الانسداد السياسي. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهاي الحلقة. أرحب بضيفتي الكريمة السيدة سوزان منصور النائبة عن اتحاد الوطن الكردستان. حياك الله سيدتي الكريمة. أبدأ مع حضرتك، يعني ما الذي يمثله هذا التقارب بين الإطار الشيعي والاتحاد الوطن الكردستاني في ظل أزمة سياسية لربما كل المعطيات أشارت إلى أنها وصلت إلى مرحلة الانسداد؟ التقارب هل يؤشر إلى انفراجة؟ مساء الخير والعافية عليكم وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام. الاتحاد الوطني الكردستاني منذ البداية كان على مسافات وطنية من جميع القوى السياسية بالساحة، يعني احنا حاولنا انه ما نفرض قوة معينة على قوة اخرى، او ما نكون او ما يكون لنا دور في تفكيك البيوتات السياسية. يعني احنا وقفتنا كانت تقريبا وقفة او بمسافة بنفس المسافة من كل القوى السياسية. يعني احنا كاتحاد وطني كردستاني مؤمنين انه لازم نجد نقطة انطلاق مشتركة بين كل القوى السياسية بالساحة، الإطار والتيار، الاتحاد والديمقراطي، وأيضا العزم والسيادة والمستقلين والقوات السياسية والسياسية الأخرى بشكل عام. أكيد. طيب سيدة سوزان، يعني قراءتكم لدلالات هذا التقارب، يعني بصراحة كان هنالك حراك مبادرات بين أغلب الأطراف، ولكن المعادلات السياسية عندما كانت هنالك عدم تمرير للمرحلة الثانية بعد رئاسة مجلس النواب لم تمرر قضية رئاسة الجمهورية، وبالتالي مرتبطة بها رئاسة الوزراء. لما يحدث هكذا تقارب إلى ماذا يشير؟ طبعا التحالف الثلاثي اللي شفناه اللي على أرض الواقع أنه التحالف الثلاثي رئاسة مجلس النواب هو من التحالف الثلاثي، النائب الأول والنائب الثاني، فإحنا نشوف هذا مثل التحويز على كل الرئاسات بالعراق أكيد. وإذا أكو محاولة مثلا للنيل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، فما دور الأحزاب السياسية والقوى السياسية الأخرى؟ يعني إحنا حتى المستقلين يهمنا رأينا أنه نأخذها بخطة وطنية مشتركة لانطلاقة مشتركة بين الجميع والقوى السياسية الأخرى بالساحة أيضا. يعني ما معقولة أنه ثلاث أطراف ثلاث أقطاب أنه تمثل كل المكونات العراقية أكيد. طيب
في هذا الأثناء اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم السيد حامد الموسوي النائب السابق ينضم معي عبر سكايب من كربلاء المقدسة. أهلا بك أستاذ حامد. تتحدث ضيفتي الكريمة السيدة سوزان منصور النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني عن هذا التقارب الشيعي بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني. بالتالي قراءتك لدلالات هذا التقارب، هل سيقود لحلحلة الأزمة السياسية، ظهور متغيرات جديدة على المشهد السياسي؟ أستاذ حامد صوتك ما يوصلني بصورة صحيحة، إذا ممكن الأخوة في الاستوديو يصلحون هذا الخلل بإعادة الاتصال ومن ثم نرجع مع الأستاذ حامد. سيادة النائبة، تعتقدين حضرتك أن تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بقوة الإطار راح يشجع بقية الأطراف الأخرى إلى الالتفاف حول الإطار، بالتالي أنه تطلع أنه متغيرات جديدة على المشهد السياسي؟ يعني احنا اكو تقارب وتفاهم اكيد بينه وبين الاطار التنسيقي، وانه الكلام اللي انا اقول انه لازم يكون اكو توازن سياسي، اكو تقارب سياسي بين كل القوى السياسيه بالساحه. احنا شفنا جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه، لانه مو الكل متوافقين، فمرتين ما كمل النصاب من اجل يعني انتخاب رئيس الجمهوريه. هذا يدل على شيء، يدل على انه لازم اكو تقارب بين كل القوى السياسيه، وحتى المستقلين مثل ما قلت يهمنا رأيهم. يعني الخارطة الاجتماعية للعراق يعني عبارة عن توازنات سياسية، لهذا من المهم جدا احنا نؤيد من البداية ولحد الآن التوازنات السياسية. يعني التوازنات السياسية ضرورية جدا في دولة العراق. احنا لما نقول العراق عبارة عن مكونات، هاي شدة الورد، الفسيفساء العراقي، لازم نطبق ايضا على ارض الواقع، مو فقط كلام. نريد تغييرات، تغييرات ايجابية اكيد، مو تغييرات سلبية. ويبدو انه يعني التغييرات ما تحدث الا بالاروقة السياسية. مجلس النواب اللي لم يكتمل النصاب فيه، بطبيعة الحال هنالك غرف سياسية. التقارب الكردي الكردي اللي حصل مؤخرا، هل كانت إحدى مخرجات هذا التقارب بين الاتحاد والإطار؟ لحد الآن ماكو أي مخرجات، أكو اجتماعات لحد الآن مستمرة بين الحزب مكتبين السياسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكن مخرجات لحد الآن ماكو أي اتفاق أو أي مبادرة على أرض الواقع. يعني احنا اكيد هذه الحركه اللي صارت او كسر الجليد اللي صار يعني فرحنا بها كثير. اكيد قلنا اذا التقارب صار باقليم كردستان اكيد هاي راح تكون بوابه خير، تفتح بوابه ايضا على الاحزاب السياسيه او القوى السياسيه بالعراق اكيد، لان اقليم كردستان كانت دائما البوابه اللي بدت منها اول خطوه لحل المشاكل، لحلحله الازمه السياسيه. طيب يعني لما بالمبادره اللي او ما تمخض عنه من موقف الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بانه يقول الحزب الوطني الكردستاني وجد عند الاطار الشيعي استراتيجيه في تقييم العمليه السياسيه، لذا يعلن تجديده التمسك بالاطار. الثبات على هذه المواقف خصوصا بعد ان اصبح الشد والجذب وتقديم التفاوض السياسي، هسه ما نقول المباريات لانه الاتحاد من الواضح انه لديه استراتيجيات في إدارة الدولة على مستوى الإقليم أو الحكومة الاتحادية. بالنتيجة هذا الثبات على الموقف، هل تعتقدين بأنه يمثل مسيرة ماضية، تطلع على المستقبل؟ أكيد العلاقة بمسيرة ماضية وتطلع للمستقبل أيضا. يعني إحنا كاتحاد وطني كردستاني أكيد عندنا التزامات سياسية وأخلاقية أمام حلفائنا. يجوز ماكو تحالف مثلا أو على أرض الواقع التحالف معلن، ولكن إحنا قريبين من قادة الإطار التنسيقي وأكو بيناتنا تفاهمات. ومثل ما ذكرت إحنا المسافات الوطنية بيننا وبين القوى السياسية يعني حاولنا أنه نحافظ عليها، يكون بيننا وبين كل القوى السياسية مسافات وطنية. حاولنا أنه ما نكون جهة بانفكاك البيوتات السياسية كما ذكرت، ولكن يعني اللي صار أنه خرق هذا الاتفاق، وإحنا لحد الآن محافظين على التوازن يعني بالمسافة الوطنية. أكو تقارب وتفاهم بينه وبين الإطار التنسيقي أكيد، يعني وهذا الشيء من حقنا على أرض الواقع.
هل هنالك نتوقع وجود مبادرة يطلقها الاتحاد بالتالي تجمع الأطراف الشيعية سواء في التيار أو الإطار؟ كل شيء وارد، نتمنى إن شاء الله. يعني أكو في الأروقة السياسية كلام عن هذا الموضوع أو إذا هذه المقدمات راح تولد لنا نتائج بهذا الاتجاه؟ إن شاء الله، كلام نسمع من هنا وهناك، بس هاي تبقى بالنهاية القرار يرجع للقيادات العليا للحزب. طيب. للمكتب السياسي أكيد هم اللي أصحاب القرار، وإحنا كنواب بمجلس النواب العراقي يعني نتبع أكيد قرارات مجلس السياسي لحزب المكتب السياسي لحزبنا. طيب. العفو مهي بطبيعة الحال يعني لم المعادلة السياسية ما تغيرت إذا نحسبها بالرياضيات والمقاعد. نعم. البرلمانية. نعم. لحد الآن ما تغيرت، ولكن لما يكون تأييد وتعضيد لمسيرة الإطار الشيعي والاتحاد الوطني الكردستاني، بالتالي أنه هذا الموضوع راح يولدنا سيناريو مقبل المشهد السياسي، يخففنا من الشد والجذب اللي تشهد العملية السياسية، بالتالي أنه يجب أن تدخل أطراف أو تطلع. أكيد. أطراف حتى. أكيد. تكون المعادلة تميل لكفة دون أخرى. أكيد نتمنى أنه المعادلة ما تميل لكفة أحد ضد الطرف الآخر، كما ذكرت التوازنات السياسية مطلوبة، يعني المفروض أنه الكل يلتقون، يعني ما يكون أنه كفة راجح أكثر من الكفة الأخرى، يعني مع الأسف إحنا صرنا بوضع أنه لازم تكون مع كفة معينة ضد الكفة الأخرى، في حين أنه لو تشوف كلنا هدفنا واحد، إحنا هدفنا أنه الرئاسات الثلاث تكون الموجودة بها خطوات خدمة المواطن، يعني والمواطن بالشارع ما مهم عنده أنه أي جهة اللي كفته راجحة عن الكفة الأخرى. يعني نشوف الشارع العراقي بصراحة عندنا أزمة سياسية، الأزمة السياسية هي اللي تولد أزمة اقتصادية، وأيضا بالمستقبل نتمنى أنه هذا ما يصير، يعني احتمال تتولد أزمة أمنية أيضا من الناحية الأمنية، يعني إحنا إذا ما عندنا حكومة وطنية قوية يعني بالنهاية ما تقدر أنه تسيطر على الوضع الأمني أيضا. ليس هذا احتمال، بل أصبح هذا الأمر واقع. بالضبط. والطرقات الأمنية وعصابات داعش يعني هذا اندل على شيء، يعني عدم الاستقرار السياسي أكيد يأثر على عدم الاستقرار الخدمي الأمني الاقتصادي بالشارع العراقي. يعني أتمنى أنا هذا كان كلامي من البداية ولحد الآن أنه السياسيين ينزلون من سقف طلباتهم من أجل الشعب العراقي، يعني إحنا شعب عانى ما عانى عبر الحكومات بصراحة، إجا الوقت أنه إحنا كشعوب الدول الإقليمية المجاورة أيضا نرتاح. سقف الطلبات وإن كان عالي يعني ما تعتبري أنه هو لربما خلطة غير متجانسة؟ هسه لو أخذنا التحالف الثلاثي على سبيل المثال. نعم. لما يذهب السيد الصدر إلى خانة المعارضة لمدة شهر، بالتالي الطرف الكردي المشترك بالثلاثي والطرف السني المشترك بالثلاثي. نعم. هل ينفعهم هذا الخيار خيار المعارضة أم أن التحالف مبني على مصلحة إدارة الدولة؟ أكيد ما أظن أنه خيار بالنسبة لهم، يعني ما يعني لحد الآن ما حد منهم قال أنه مع فكرة المعارضة. نعم. لحد الآن ما سمعنا صوتهم أنه هل هم مع فكرة المعارضة أو لا، فالمعارضة إذا كان اختيار يعني هذا الشيء اختيار، ويعني المعارضة لها دور فعال أكيد بمراقبة أداء الحكومة، بس المعارضة ما تكون معارضة من أجل المعارضة أو إجبار جهة معينة على أنها تكون معارضة، يعني إحنا اللي تعودنا عليه أنه المعارضة هي اللي تختار أن تكون معارضة، وإلا ما حد يجبرني على أن أنا أكون معارضة. طيب بالنتيجة الموازنات الكردية ما راح يحدث بها إعادة نظر، خصوصا بعد تمسك الديمقراطي ببعض المواقف بمنصب رئيس الجمهورية وهي. نعم. العقدة الأكبر. نعم. بالتالي. نعم. هل سيكون هنالك تقاربا كرديا كرديا تتغير المعادلات إذا مررت قضية رئاسة الجمهورية؟ راح تختلف. نعم. بعض الأمور في رئاسة الوزراء؟ نتمنى هذا الشيء أكيد، يعني مع الأسف وصلنا لدرجة مو يأس بالكامل بخيبة أمل أنه قمنا نتعلق بالأمنيات أكثر مما من واقع على أرض الواقع، يعني أنا بالنسبة لي كل ما أسمع شيء أو أتمنى، يعني هذا التمني صار بعد بالفترة الأخيرة كل كلامنا عن التمني، لأنه من فترة الانتخابات لحد الآن صار راح ندخل بالشهر الثامن أو التاسع يمكن. نعم. لحد الآن ما تشكلت حكومة. طيب أكو حراك بين الأطراف الكردية على حدة، هسه اليوم. نعم. التمسك. نعم. بالمبادرة من قبل الاتحاد مع الإطار أيضا هذه تحتسب،
ولكن هي المسألة لا تخضع فقط للأمنيات، الأمنيات وهنالك هذا حراك سياسي. بس هذا الحراك يعني صار لفترة مع الأسف، كل ما نشوف حراك من جهة معينة تنسد من جهة أخرى. يعني هذا الحراك صار من 9 أشهر، راح ندخل بالشهر التاسع، لحد الآن ما شكل الحكومة مع الأسف. إحنا من شهر العاشر السنة الماضية لحد الآن الانتخابات صارت، ده ننتظر تشكيل حكومة. يعني إمتى تتشكل الحكومة؟ يعني حتى إذا نشوف بالبرلمان إحنا وظيفتنا وظيفة تشريعية، تشريع القوانين. نعم. يعني نشوف الموازنة، لحد الآن ما صارت الموازنة. مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي لأنه ما متشكلة حكومة، فنبحث عن حلول بديلة، والأفضل مو الحكومة تتشكل بدل هاي الحلول البديلة. مثلا الحكومة تصريف الأعمال ما لها حق أنه تعدل قانون أو تقدم أي قانون، وبالتالي البرلمان يقدم المشروع على أساس مقترح، والبرلمان المقترح اللي يقدم من البرلمان ما مسموح أنه يكون به تبعات مالية، يعني ترجع مرة ثانية للحكومة. يعني إحنا نبقى ندور بنفس الدوامة. هذا كله يدل على شيء، يدل على أنه عدم تشكيل الحكومة تقريبا يعني مشلولة العملية كلها بالعراق. بالدورات السابقة سيدة سوزان كانت تحصل بعض الانسدادات، لكنه ما تطول بهالعدد الأيام. نعم. الطويلة لربما هسه واحدة من التحليلات اللي يذهب إليها المختصين وجود سياسة الأخ الأكبر. نعم. بيت مام جلال على سبيل المثال كان يحل الكثير من المشاكل. أكيد. ما عندنا شخصية أكيد. أخرى نقدمها تكون محتضنة وحاوية وجامعة لهذه الشخصيات. أكيد الشخصيات موجودين، يعني الحمد لله. إحنا رئيس الحزب السيد بافل طالباني والسيد قباط طالباني، يعني نجلي السيد مرجعنا الروحي السيد جلال طالباني موجودين والحمد لله، يعني مكملين أكيد لمسيرة والدهم. ولكن مع الأسف اللي نشوفه بالساحة السياسية كما ذكرت أنه لو حصل حراك معين نشوف من جهة ثانية الحراك خلص، يعني ما يستمر هذا الحراك. صار لنا 9 أشهر بنفس الدوامة. هذا قصدي لما نقول احنا ندور بدوامة نفس الشيء، حتى المشاريع اللي نقدمها كما ذكرت مشروع الدعم الطارئ، يعني ايضا بدوامة نفس الحركة السياسية. صحيح حركة البلد مثلا من الناحية المعيشة اليومية ما متوقفة لحد الآن، بس كل ما زادت المشاكل السياسية أكيد تنعكس على الاقتصاد بالبلد، تنعكس على الأمن بالبلد. لحد الآن الحمد لله الأمن موجود. يجوز وراء فترة الناس لما تعاني من مشاكل اقتصادية، يعني احتمال تصير بالشارع مثلا البوغي زاد، العمليات القتل تزداد، أكيد هذه كلها راح تزداد بالشارع. طيب سيدة سوزان، وفقا لهذه المعطيات توقعين أنه راح يطول أمد الانسداد السياسي، تشكيل الحكومة، اختيار رئيس الجمهورية، هذه الانسدادات اللي حاصلة راح تستمر وإلى أي وقت برأيك؟ نرجع للتمني من جديد، يعني مثل ما ذكرت من البداية إحنا متمسكين بالتمني، ماكو شيء على أرض الواقع مع الأسف، متمسكين بالتمني. يعني سماحة السيد مقتدى الصدر أعلن شهر أنه يدخل بالمعارضة، يمكن باقي له فات من الشهر تقريبا 3 أسابيع أسبوعين أي شيء، يعني باقي فترة لحد الآن. نحن داخلين معطيات أخرى نتمنى، يعني أنا ذكرتها أكثر من مرة، يعني سماحة السيد مقتدى الصدر يعني إنسان متدين، إنسان واعي، من عائلة كريمة. يعني أنا اللي كنت أتوقعه أنه هو يمثل الدور الأب اللي ذكرته أو الأخ الكبير اللي ذكرته، أنه يجمع كل المختلفين تحت عباءته. يعني هو يأخذ هذا الدور أنه يجمع المختلفين سياسيا والبيوتات السياسية، هو يكون الطرف اللي يجمع الكل. مع الأسف لحد الآن ما صار هذا الشيء، نتأمل لحد الآن أنه بالمستقبل يأخذ هذا الدور إن شاء الله. طيب الإطار الشيعي ضمن المعطيات يمثل بالنسبة للاتحاد الوطني ديمومة العملية السياسية، والطرف السياسي ليس على المستوى الكردي فقط. نعم. بل المستوى الأكثر تأثيرا في قلب موازين المشهد السياسي. نعم. هسه بعد هذا التقارب والتلاحم خلينا نسميه، ايش تعتقدين سيدة سوزان؟ ربما احنا تكلمنا عن التحالف الثلاثي. نعم. اكو بنى على بعض المصالح. طيب ما بني بين الاتحاد والإطار تتوقعين انه راح يولد فد نتائج ان شاء الله مغايرة؟ اكيد. يعني انا كما ذكرت احنا ما نريد انه نكون مثلا مع احنا اكيد عندنا علاقات جيدة مع التيار الصدري، مع
السيادة، وأيضا مع قادة الإطار التنسيقي عندنا علاقات جيدة. يعني بفترة أنه إحنا لما حربنا ضد داعش، يعني الحشد الشعبي والجيش العراقي والبيشمركة كانوا سوية، يعني إحنا عندنا علاقات جيدة مع بعض، أكيد مع قادة الإطار ومع سماحة السيد مقتدى الصدر أيضا. فما نريد أنه مثل ما حصل بالتحالف الثلاثي أنه الكفة تترجح لجهة معينة ضد الجهة الأخرى. أنا ذكرت أنه إحنا موقفنا موقف وطني من الجميع، نتمنى أنه تصير حكومة وطنية الانطلاقة تكون من جميع المتفارقين سياسيا. يعني حتى رأي المستقلين كما ذكرت مهم عندنا، والقوى السياسية الأخرى كلها، يعني نتمنى انطلاقة مشتركة من الجميع. طيب، شاركنا في الرأي وفي هذه الحلقة من جديد السيد حامد الموسوي النائب السابق، ينضم معي عبر سكايب من كربلاء. نأسف لعدم تأمين الاتصال بشكل جيد سيد حامد. نتحدث عن تمكن الإطار الشيعي مع الاتحاد الوطني الكردستاني من تجاوز عقبة الخلافات، الذهاب للجلوس إلى طاولة حوار واحدة، الحوار مع بقية الأطراف لا سيما الكتلة الصدرية تحديدا. هل هذه الأمور أصبحت من ضمن الممكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أحيي لك سيد العزيز وإلى الضيفة الكريمة حياك السيدة النائبة سلطان وإلى كل مشاهدي قناة الأيام الفضائية. طبعا الست كفة توثق حقيقة وأذهبت وتحدثت بشكل واضح عن الخارطة السياسية والآمال المعقودة على القوى السياسية في أن تتحمل المسؤولية، لا سيما أن العراق الآن يمر في أزمات متعددة، أزمة أمنية، أزمة اقتصادية، أزمات سياسية، مشاكل بين بغداد والإقليم فيما يتعلق بقانون النفط والخلافات الأخرى، وهناك تعدي على السيادة العراقية، القوات التركية، هذه العملية العسكرية الثالثة، هناك مؤشرات على أن الخلاف السياسي أدى إلى تجاوز القوى التركية وأطراف أخرى على السيادة العراقية، وبالتالي هذا الخلاف السياسي فيه انعكاسات خطيرة على جميع الأوضاع اللي تحدثنا بها. يبقى مسؤولية القوى السياسية أن تتعامل أو تتعاطى بأريحية، وخصوصا أن هناك أطراف لديها النية في الوصول إلى حلول وسطى وقدمت تنازلات. عندما نتحدث عن قوى الإطار التنسيقي، يعني عشر المبادرات التي قدمت بشكل رسمي وغير رسمي تتجاوز 13 مبادرة. أيضا القوى الأخرى التي تشاطر قوى الإطار في الثلث الضامن الاتحاد وعزل، هذه القوى أيضا لم تضع عقبات وشروط على الأطراف الأخرى. لذلك اليوم الكرة في ملعب التحالف الثلاثي. القوى التحالف الثلاثي منذ أن تشكل هذا التحالف هي ذاهبة باتجاه إقصاء الأطراف الأخرى ومحاولة إرغامها وإجبارها على أن تكون خارج اللعبة السياسية. حتى مفهوم المعارضة هذا لم يتحقق في الجلسة الأولى، باعتبار أن تمكين المعارضة يجب أن يكون من خلال وجودها في السلطة التشريعية والرقابية. لكن للأسف الشديد التحالف الثلاثي الذي بدأ مشروعه ب محاولة تهميش وإقصاء الآخرين وصل إلى طريق مسدود، وهذا متوقع. طيب، يعني في سؤال محدد أستاذ حامد، يعني لما يعلن الحزب الديمقراطي تمسكه بموقفه وثبات هذا الموقف مع الإطار، طيب بطبيعة الحال هذا الموضوع إلى ما يشير؟ بأن الطرف الآخر، لو فرضنا أن الاتحاد أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هل سيبقى ضمن التحالف الثلاثي ما دام أن الاتحاد أثبت موقفه وعزز موقفه مع الإطار؟ طبعا الديمقراطي الكردستاني هو لاعب أساسي بالعملية السياسية، ويفهم جيدا بأن
بقاء ضمن التحالف الثلاثي بقاء غير منتج، باعتبار أن بعد فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية بدأ التحالف الثلاثي يستنزف نقاطه وأصبح غير قادر على التأثير على مجريات الحراك السياسي، خصوصا أن هناك طرفا أساسيا داخل التحالف الثلاثي يعتقد بأنه هو صاحب الحق في القرار داخل التحالف الثلاثي، ومثل ما الآن نشهد أن حراك الديمقراطي خارج التحالف الثلاثي أو محاولة السيد أو التحالف السيادي أيضا أن يتحرك خارج التحالف الثلاثي، هو بسبب أن عدم وجود رؤى مشتركة في ملفات مهمة. اليوم ما نشترك التحالف في مسمى إنقاذ وطن، ولكن إنقاذ وطن بكل طرف من أطراف الثلاثة مصالح، هذه المصالح قد تتقاطع مع الأطراف الأخرى. أنا قلت سابقا بأن قضية نفس الإقليم أو استحقاقات الإقليم مع وجود قرار المحكمة الاتحادية، وأنا سمعت شخصيا من قيادات مهمة في الكتلة الصدرية أنها مستقبلا ستتعاطى مع المصلحة العليا للعراق، وأنها ستذهب باتجاه المطالبة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية. هذا الأمر نعلم جيدا أنه مرفوض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى أن الطرف أساسي أيضا في تحالف إنقاذ وطن اللي هو تحالف السيادة يعني أبلغ من خلال قيادة التحالف وأطراف أخرى بأنه في وضع محرج جدا، باعتبار أن يعني استحقاق السيادة المتمثل برئاسة البرلمان محكوم بوجوده داخل التحالف الثلاثي، وقد تم إرسال رسائل واضحة للسيد الحلبوسي أن بمجرد ما يفكر طرف داخل التحالف الثلاثي يمثل المكون السني بالخروج من التحالف الثلاثي باتجاه الإطار التنسيقي فإنه سيتم التصويت بإقالة السيد الحلبوسي. لذلك عدم الثقة بين أطراف التحالف الثلاثي، بالمقابل أن الإطار التنسيقي قدم مبادرات واقعية، وهذه المبادرات لا تشمل فقط قوى التحالف الثلاثي، حتى مع التعاطى مع المستقلين. أستاذ حامد، الزيارة الأخيرة للسيد بلاد فارس إلى الحاج هادي العامري، أبلغ الحاج هادي العامري إجماع قوى الإطار التنسيقي بقبول مبادرة القوى الناشئة والمستقلين، وبمجرد ما خرجت السيدة بلاد فارس من هذا الاجتماع تحركت باتجاه دعم مبادرة المستقلين. طبعا مبادرة المستقلين اللي هي من 7 نقاط وقد ناقشناها باستفاضة كبيرة، يعني هسه أريد أستثمر الوقت مع حضرتك حتى نبدأ بالملف الآخر، تتفضل البقاء معي والسيدة النائبة حتى نتابع فيها الملف الآخر. مشاهدي الأحبة كونوا معنا. انتهاك جديد لمبدأ حسن الجوار، اعتداءات تركية متكررة على سيادة العراق والحكومة تتفرج. من جديد حياكم الله. مناطق في محافظة دهوك شمالية العراق بالإضافة إلى مناطق أخرى تتعرض بين الحين والآخر لقصف مدفعي تركي، ما يؤدي إلى أضرار مادية كبيرة، نزوح للعائلات،
هذا عدته أوساط سياسية، انتهاك للسيادة الوطنية والمواثيق الدولية وحسن الجوار. ملفنا الثاني خلونا نناقش هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. حرب المياه والسلاح، عودت تركيا بغطاء آخر تكشر أنيابها للتوسع داخل الأراضي العراقية، فقد عادت أطماع العثمانيين الأبناء بالأراضي العراقية وفق معاهدات لم تسجل بالقانون أبرمت من قبل النظام السابق في عام 1983، والتي سمح بها للأتراك الدخول إلى الأراضي العراقية على نحو 15 كيلومتر فقط لمواجهة حزب العمال الكردستاني آنذاك. لكن اليوم تركيا تنوي التوسع والاستحواذ الشرس على بعض المحافظات الشمالية. هناك مخطط تركي للاستيلاء على وتدعي بأن الموصل هي تركية من زمن الدولة العثمانية، ولكن على الحكومة العراقية الوقوف بوجه هذه الانتهاكات التركية واستدعاء السفير التركي وإعطاء رأي الحكومة بأنها هذا هو الحكومة غير راضية كما الشعب غير راضي. فقد غرست تركيا مخالبها في العراق وعملت على تعزيز تواجدها في البلاد من خلال إقامة قواعد جديدة في أربيل وإرسال آليات وقوات عسكرية، خطوة يصفها متابعون بالاستهانة من قبل أنقرة بسيادة البلد وضعف حكومته. ووفق المؤشرات فإن تركيا ربما تستمر بتعدياتها على أبناء البلد والقصف المتكرر الذي كان آخره التعدي في العمادية عبر الطيران والمدفعيات. يعني أكيد اليوم الانتهاكات التركية أصبحت واضحة فاضحة في الدخول بالأراضي العراقية وإلى عمق الأراضي العراقية اليوم، وأنا حقيقة والشارع العراقي نريد ونطالب من الحكومة العراقية أن تكون لها دور حقيقي في حماية هذه الممتلكات العراقية والصد لهذه الهجمة البربرية التي تأتينا عن طريق أردوغان وعن طريق تركيا. فأحلام اليقظة التي وصفها الرافضون لهذه الهجمات المتكررة يصرحون ببعد تحقيق منى تركيا بأطماعها التي ترنو بانضمام بعض المحافظات لها، إذ عادت بذريعة محاربة داعش في شمال العراق، إلا أنها صوبت أهدافها نحو المدنيين فقط. وبحسب الخبراء فقد يقول البعض أن تركيا تنوي إعادة ما تعرف بالإمبراطورية العثمانية واحتلال العراق. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحاب بضيفة الكريمة سيد النائب سوزان منصور والسيد حامد الموسوي النائب السابق. حياكم الله ضيوف الكرام. أبدأ مع حضرتك السيد النائب، يعني لما أتحدث عن آثار القصف التركي المتكرر، الحكومة ما قامت برد فعل واضح يتساوق ويتساوى مع هذه الاعتداءات والتجاوزات. لما نتحدث عن سيادة وطنية، بالتالي هل نكتفي بالشجب والإدانات أم أن هذا الموضوع ليس من مهام الحكومة يعني تجاه هكذا فعل؟ سيادة العراق أكيد خط أحمر، المفروض يعني ما حد يقبل أنه يخترق سيادة العراق. إحنا كاتحاد وطني كردستاني ضد خرق سيادة العراق من أي جهة معينة مهما كانت ومهما كانت الأسباب. يعني العراق عندها سيادة أكيد، وسيادة العراق نرجع من جديد على الاستقرار السياسي والأمن لدولة العراق. يعني إحنا يعني كل الطرق ترجعنا أنه الاستقرار السياسي بالبلد أكيد إلى تأثير، وإحنا كاتحاد وطني كردستاني ما وقفنا مكتوفين الأيدي. خاطبنا حكومة أقليم كردستان والحكومة العراقية لاستدعاء السفير العراقي، لاستدعاء السفير التركي ببغداد واستدعاء القنصل التركي بأربيل من أجل فتح قنوات مباشرة للمجتمع الدولي ومع الحكومة التركية للحد من التدخل التركي بالعراق أكيد. طيب
أستاذ حامد، لما نتحدث عن هذا الموضوع خلينا نستذكر تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قبل أشهر اللي تنطوي على سياسته والسعية ما تخدم السن في المنطقة، اعتبروها الكثير أنها تعدي على سيادة العراق. كيف راح تتعامل الحكومة والأوساط السياسية بشكل عام مع هكذا ملف؟ طبعا كما تعلمون بان الحكومه التركيه يعني تستخدم ذريعه وجود حزب العمال الكردستاني لتوسيع عملياتها العسكريه في داخل الاراضي العراقيه، وما نسمعه دائما بان الحكومه التركيه اخذت ضوءا اخضرا من العراقيين سواء في الاقليم اقليم كردستان او على مستوى الحكومه الاتحاديه. وطبعا الحكومه الاتحاديه دائما ما تنفي انها تعطي ضوء اخضر، ولكن او انها تسمح بوجود قواعد عسكريه. اليوم ثلاث قواعد عسكريه كبيره في تركيا واكثر من 37 موقع عسكري تركي، ويدخل وزير الدفاع التركي الى عمق الاراضي العراقيه اللي يتفقد قطاعات العسكريه ويقود العمليات العسكريه دون اذن من الحكومه العراقيه. لكن بالمقابل نجد ان هناك صمت مطبق، واذا ما كان هناك استنكار او ردود فعل فانها ردود فعل خجوله لا ترفع الى ان الى دوله ذات سياده. وبالتالي هناك شكوك ومخاوف، هناك تواطؤ من قبل اطراف عراقيه، قد يكون هناك عنوان اخضر من طرف كردي. ومعروف العلاقه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومه التركيه، وهناك مصالح اقتصاديه واتفاقات، وايضا هناك نزاع كردي داخل يعني على اطراف حدود اقليم كردستان يمكن ان يلقي بظلاله على الوجود او ولكن ايضا استاذ حامد ايضا اكو جدل تاريخي سيده سوزان، لما نتحدث عن تصورات الحكومه التركيه او تركيا بصوره عامه انها تعتبر بعض المناطق العراقيه بانها مناطق تابعه للدوله العثمانيه وتطالب ب إعادة عثمنة هذه المناطق. طيب هذا التصور شنو مؤداه بالمعادلات السياسية؟ يعني التصور التركي هاي مشكلتهم الخاصة، مثل ما قلت المفروض الحكومة العراقية ما تقبل أنه تخترق سيادتها. يعني التصورات هذا تصور كيف يتصور، بس أي واحد إجا يتصور أنه أي جزء من العراق ملك إلا أنه يقدر يخترق سيادة العراق ويدخل للدولة العراقية، يعني هل هذا الشيء مسموح من الحكومة العراقية؟ مثل ما قلت هذا الشيء يعتمد على قوة النظام السياسي بالعراق. يعني المفروض احنا على أرض الواقع نشوف اختراقات كثيرة لحد الآن. أنا أكيد مع القنوات الدبلوماسية، مو مع أنه الجواب بالقوة بالقوة، بس المفروض يعني يكون لنا موقف مشرف للحكومة العراقية ما تقبل من أي جهة معينة مهما كانت الأسباب. طيب هل الموضوع مرتكز على الحكومة العراقية أم أن حكومة الأقليم لها أيضا دور في هذا الجانب؟ أكيد حكومة الأقليم أيضا لها دور، ولكن الدور الرئيسي إحنا لما نقول أقليم كردستان لما نقول حكومة فدرالية جزء من الحكومة الفدرالية، يعني بالنهاية الكرة ترجع لملعب الحكومة الفدرالية الحكومة العراقية. ما نوهت إلى استخدام القوى الصلبة والأسلحة. أكيد أنا مع الدبلوماسية، ولكن لو وصل الأمر بأنه تصل إلى تحريك القطاعات، إجراء مناورات على الحدود، نعم، راح نعم. تسمح حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية بأن تحرك قطاعاتها والدخول إلى الإقليم والقيام بمناورات عسكرية على الحدود التركية؟ المفروض ما تقبل. يعني المفروض أي مع أي جهة معينة، إحنا جيراننا يعني الدول المجاورة أيا كان الجار، حافظ على حدود الجار على أصول الجيرة. أوكي، بس إذا ما حافظ عليها المفروض شلون يقولون العين بالعين والسن بالسن؟ إذا واحد قطعات عسكرية بغداد أنا بيها وتدخل للحدود، أنا لما أقول مثلا أنا ضد استعمال السلاح، لأن يعني إحنا
عانينا بالماضي يعني من حروب ومن تجربات مريرة ما نريد أنها تنعاد، لهذا نشجع القنوات الدبلوماسية، نتمنى أنه عن طريق القنوات الدبلوماسية، بس لما المقابل يجي يستعمل السلاح ضدك وأنت تبقى ساكت يعني مستحيل. المفروض يكون أكو إجراء، خلي يكون أكو إجراء دبلوماسي، إذا ما نشوف لكل حادث حديث. طيب استخدام الدبلوماسية اللي تنوه عنها سيدة سوزان أستاذ حامد، بالمقابل أيضا لو كان هنالك تحركا عسكريا يعني راح بحاجة إلى تنسيق بين المركز والإقليم، هل هنالك تفاهمات داخلية حتى يكون موقف عراقي موحد يحافظ على السيادة، أم أن الموضوع لربما نبعد الورقة العسكرية ونظل نحكي أنه ضواغط اقتصادية وضواغط دبلوماسية؟ أستاذ حامد تسمعني؟ تسمعني أستاذ حامد؟ أستاذ حامد صوتي واضح يا حضرتك؟ طيب خلينا نتحدث عن ورقة الاقتصادية سيادة النائب، يعني العراق هو ثاني الشركاء التجاريين العالميين لتركيا بعد ألمانيا وأول الدول الثمانية المحيطة، وهو ما يجعل العراق قادر على التلويح بهذه الورقة الاقتصادية. العراق لحد الآن أصلاً ما رفع ولا لوح ولا قال، والعلاقات التجارية ظل العراق مستهلك وتركيا المنتج. يعني إذا تشوف من الناحية الاقتصادية هي تركيا اللي مستفادة منه، يعني تقدر تسوي علاقات اقتصادية مع أي دولة، يعني هذا قصدي أني. المفروض الحكومة العراقية، حضرتك ذكرت أنه حكومة الأقليم، حكومة الأقليم أيضا، ولكن على الحكومة العراقية ما تقبل أي خرق لسيادة العراق. يعني سيادة الدولة، أنت لما تقبل دولة معينة تخرق سيادة بلدك أكيد راح تسمح، راح يكون نموذج للدول الجوار الأخرى أكيد راح يقرقون سيادة العراق. فلهذا المفروض الحكومة العراقية ما تبقى ساكتة أمام مهما كانت الأسباب، شلون كانت الأسباب المفروض الحكومة ما تقبل أنه تخرق سيادتها أكيد. طيب الموضوع لما يمس السيادة أستاذ حامد، أرجو أن تكون تسمعني. نعم أسمع. الحكومة العراقية ما يتوجب عليها حل المشكلات الحدودية، الملفات الأمنية عبر التعاون، التنسيق، هسه التنسيق الداخلي بين المركز والإقليم، أو التنسيق الدولي، يعني رفض الممارسات لأحادية الجانب في معالجة هذه القضايا، وجوب احترام السيادة العراقية. يعني فيما يتعلق بملف السيادة، كما تعلمون بأن انتهاك السيادة العراقية أصبح يعني سكوت المجتمع الدولي عن الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية، ابتداء باستهداف مطار بغداد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وما يحدث في شمال العراق من اعتداءات تركية متكررة. فبالتالي شكاوى العراق إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة لم ترقى إلى أن تكون هناك استجابة للمجتمع الدولي. القضية سيد العزيز قضية تتعلق بعدم وجود اتفاق وطني عراقي في مقابل هذه الاعتداءات. الولايات المتحدة الأمريكية لم تجرؤ لضرب منفذ سيادي عراقي مطار العاصمة بغداد لولا أن هناك أطراف عراقية سمحت بذلك أو أعطت ضوء أخضر. وكذلك الاجتياح التركي، طبعا الاجتياح التركي الذريعة ما تحدث بالعمال الكردستاني، ولكن على سيرة الضوء الأخضر، الضوء الأخضر ليش مو بيد الحكومة العراقية؟ من اللي ينطي الضوء الأخضر؟ ليش الضوء مو بيد الحكومة؟ هناك احنا بنتحدث عن حكومة، الحكومة تتعرض إلى ضغوط سياسية، هي فاقدة الإرادة فيما يتعلق بالقرار السيادي، هذا يقع حال. وبالتالي عندما لا نجد موقف صريح من قبل الحكومة، ملف التبادل التجاري بين العراق وتركيا هو الأكبر بين دول الجوار العراقي، فبالتالي يمكن استخدام هذا الملف من أجل الضغط على تركيا. لكن احنا حقيقة نفهم جيدا بأن هناك مصالح
لتركيا ومصالح لأوروبا وأمريكا، خصوصا مع وجود أزمة وقود في العالم. اليوم تركيا عندما تعمل على استخدام ذريعة حزب العمال الكردستاني وتحاول الضغط على حلفائها في داخل العراق من أجل استمرار تدفق النفط والعقود الغاز من شمشرات، وهذا ما صدر يعني مؤخرا. أستاذ حامد لا تسمح لي سيادة النائب، هذه وثيقة أيضا يعني صدرت مؤخرا عن حكومة الإقليم بأنه ما تعترف ب قرار القضاء العراقي بتصدير النفط، وبالتالي تتصور أنه تصديرها للنفط راح يبقى ساري وضمن حقوقها. طيب يتفضل به أستاذ حامد الموسوي أيضا ضمن هذا السياق. يعني احنا قرار المحكمة الاتحادية أكيد نحترم قرارات المحكمة الاتحادية كلها، قانون النفط والغاز يعني المواد الموجودة بالدستور مادة 11 ومادة 12، المادة 11 تقول أنه النفط والغاز يعني ملك لجميع العراقيين، والمادة 112 هو قانون النفط والغاز. مع الأسف لحد الآن ما عندنا قانون شرع، يعني البرلمان ما شرع قانون خاص بالنفط والغاز، يعني لحد الآن ماكو أي قانون مشرع حول ولكن قرار المحكمة أيضا يعني ما نفذ الإقليم وأصدر هذه الوثيقة من مجلس القضاء في حكومة الإقليم أنه باقي سريان المفعول. إذن هسه نحكي على الشيء الداخلي، العراق والنفط العراقي لا يزال يبقى يصدر إلى تركيا. النظام صاير مع الأسف كما ذكر ضيفك الكريم على أنه تركيا مستغلة العملية الاقتصادية والمشاكل، يعني تركيا بالعراق احنا نقول يلوي ذراعنا، يعني على شنو؟ يعني ماكو دولة بالعالم غير تركيا أنه يكون احنا عندنا علاقات اقتصادية وياها. احنا ايضا اجرينا استطلاع لمتابعي موقع قناة الايام الفضائية وسألناهم هل ستتمكن الحكومة برد فعل واضح وصريح امام استخدام اوراق الضغط الممكنة تجاه استفزازات انقرة؟ 20% قالوا نعم، و 77% قالوا كلا، و 3% تحفظوا على الاجابة. السيدة سوزان منصور النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للحوار في الملفين، والشكر كثير لحضرتك والاستاذ حامد الموسوي النائب السابق انضمت معي عبر سكايب من كربلاء المقدسة، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.